مدينه تصدر تاريخ حماه، تبع لمدينه حماه حوالي 40 كيلو متر. هذه المدينه لليوم الخامس تتعرض للقصف، وتتعرض للقصف، وتتعرض لمختلف انواع الاسلحه من القصف والمدرسيه من خلال الدبابات التي كانت متواجده في هذه المدينه. هذه المدينه اجتاحتها حوالي 400 اليه عسكريه من المدرعات ومن الدبابات. ايضا اضافه الى هذا السلاح قاموا باستخدام الطيران، قاموا بقصف هذه المدينه من السماء، قصفوا حوالي 50 منزل من هذه المدينه، وقاموا اثناء الاقتحام والمداهمه من هذه المدينه بتخريب العديد من المنازل والى العديد من المحلات، قاموا بسرقه العديد من البيوت، قاموا بقتل العديد من اهل هذه المدينه. تم احصاء عدد الشهداء في هذه المدينه، 6 شهداء، وايضا هناك حوالي 400 منطقه من هذه المدينه، لكن معظم سكان هذه المدينه قد نزحوا الى القرى المجاوره. خوفا على انفسهم وعلى حياتهم من بطش النظام واجرام هذا النظام الدموي المجرم. هذا النظام لم يترك اي انسان من شره ولا اي معنى من معاني الحياه الا وخربها واصلها. انظروا شاهدوا الحرب التي حلت، انظروا شاهدوا، هذا هو النظام الذي تدافع عنه روسيا والصين. اين روسيا والصين لترى هذه المجازر او هذه الجرائم التي يقوم بعملها هذا النظام المجرم؟ هذا النظام المجرم لم يتبقى لديه الا الاسلحه الكيماويه او الاسلحه الذريه. هذا المجرم قد قام بتصفيه كل من راه في الشارع، قاموا بحرق العديد من الدراجات الناريه، قاموا بسرقه الاغراض وبسرقه الاشياء المتواجده في المنازل بعد هروب اهل هذه المدينه الى خارج المدينه والى القرى المجاوره. هذه المدينه مدينة 03 تاريخ حماة، 5 أيام تتعرض للقصف، 5 أيام وتتعرض للقصف والقتل من مختلف أنواع الأسلحة، من الدبابات ومن الطيارات ومن المدرعات.